أهلا بكم أعزائي متابعي ومشاهدي اليوم السابع، معكم حسام الحج مراسل اليوم السابع من أمام أحد المستشفيات التي يتلقى فيها وليد سليمان نجم النادي الأهلي العلاج بعد الإصابة القوية التي تعرض لها اليوم أو بالأمس في مباراة الحرس الوطني. نحن الآن من أمام المستشفى، يعني نطلعكم على كل التفاصيل الخاصة بالحالة الصحية للاعب الأهلي وليد سليمان. اليوم وليد سليمان تعرض للإصابة في الوجه بعد اصطدامه بحارس فريق الحرس الوطني. قامت سيارات الإسعاف على الفور بنقل اللاعب إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد السلام. طبعا الفحوصات الأولية أثبتت تعرض اللاعب لارتجاج خفيف في المخ. انتقل طبعا على الفور طبيب النادي الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة لمتابعة حالة وليد سليمان والاطمئنان عليه. الدكتور أحمد أبو عبلة طمئن جمهور الأهلي على حالة وليد سليمان، وقال إن اللاعب سيخضع للملاحظة لعدة ساعات في المستشفى، وكمان تم عرض اللاعب على استشاري أو أحد استشاري المخ والأعصاب الذين طمأنوا جمهور الأهلي على حالة اللاعب. الطبيب قال كمان إن فضل بقاء اللاعب في المستشفى لحين الاطمئنان عليه بشكل كامل، وسيخرج صباح اليوم الأحد من المستشفى. طبعا لعيبة النادي الأهلي توجهوا إلى المستشفى بعد المباراة وحرصوا على الاطمئنان على زميلهم وليد سليمان. كمان إمام عاشور لاعب نادي الزمالك في لفتة طيبة نشر صورة مع وليد سليمان وقال له فيها نتمنى لك الشفاء العاجل، ترجع بألف سلامة، في لفتة طيبة تعكس مدى الروح الطيبة اللي بين اللاعبين ولاعيبة الأهلي والزمالك. اللاعب متواجد ومحجوز الآن في أحد غرف المستشفى وترافقه زوجته للاطمئنان على حالته. أسرة اليوم السابع تتمنى الشفاء العاجل للاعب النادي الأهلي وليد سليمان، وأن يكون جاهزا لمباراة الأهلي أمام الإسماعيلي في انطلاقة الدوري والمقرر لها الثلاثاء المقبل. مرة أخرى من خلال اليوم السابع نطمئن جمهور النادي الأهلي على حالة اللاعب وليد سليمان، وإن شاء الله بإذن الله صباح اليوم سيخرج من أحد المستشفيات وسيعود إلى أهله ولأسرته وسيكون بحالة جيدة بعد الاطمئنان عليه.
وليد سليمان من النجوم الكبار الذين كتبوا التاريخ بأحرف من نور داخل النادي الأهلي. تعشقه وتحبه جماهير النادي الأهلي. لاعب يتميز بالأخلاق، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الإصابات شيء وارد في كرة القدم. نتمنى أن يعود اللاعب سريعا ونشارك في تدريبات النادي الأهلي خلال الأيام القادمة. كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم أو بالأمس طمأن الجماهير على حالة اللاعب. صفحة النادي الأهلي كمان يعني دعمت اللاعب بمنشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، وتمنت الشفاء والسلامة للاعب وليد سليمان. اللاعب وليد سليمان محجوز، نذكر قرانا، اللاعب وليد سليمان محجوز باحد المستشفيات القريبه من استاد السلام والتي تم نقله اليها بعد خروجه من المباراه، بعد خروجه من الشوط الثاني من المباراه. ذهب على الفور في سياره الاسعاف التي نقلته الى احد المستشفيات القريبه من النادي، وتم إجراء الإسعافات الأولية للاعب وتم الاطمئنان عليه، ونتمنى أن يعود سريعا إلى تدريبات النادي وأن يعود إلى أهله وأسرته.